السلام عليكم، اهلا وسهلا بالجميع. كيف حالكم يا جماعه الخير؟ ان شاء الله بخير وبصحه وعافيه. اليوم يا جماعه الخير رجعنا لكم بتكمله الجزء الثاني من القصه اللي راحت. بنت سعوديه استغلوها في فرنسا. حرفيا القصه طويله، فعشان كذا ما قدرت اني اسجلها بشكل مستمر، راح تتعبني بشكل مره كبير. قلت راح اقسمها نصين، ما استعجل، نزلت الجزء الاول، حصلت اقبال بشكل مره كبير. حرفيا يعني لو اني في قناتي القديمه ممكن مقطع ترند. اسألوا الناس اللي تعرف في اليوتيوب اذا كان افرج المشاهدات او افرج متوسط المشاهدات 8 دقائق ونص. الرقم هذا قوي، مفروض ان احنا ندخل ترند، بس اهم شيء انكم استمتعتوا في القصة. هذا ان الحين راح نكمل الجزء الثاني. بس قبل ما نبدأ مقطع اليوم، طلب بسيط بسيط مرة: لايك، اشتراك، تفعيل جرس التنبيهات، نحاول نوصل 100,000 في اقرب وقت، وتابعني في حسابات التواصل الاجتماعي سناب شات انستغرام عشان اوصل لك معلومه. اذا كنت توك جديد او توك تشوف الجزء الثاني، لازم تتابع الجزء الاول بعدين تتابع الجزء الثاني. اذا كنت لا والله تبغى تتابع الجزء الثاني، حاب اقول لك اني انا راح اتقمص شخصيه الشخص اللي صارت معاه المشكله هذه في فرنسا. ما راح تفهم من شيء، لازم تتابع الجزء الاول عشان تفهم كل شيء. اوكي، وصلنا يوم اتصلوا علي المباحث وقالوا تعال الى قسم الشرطه. كنت مستغرب ذاك الوقت، قلت شو السالفه، شنو مسوي؟ اتوقع انها صارت المصيبه الكبرى. جاء على طول في راسي، قلت ان هذه البنت اكيد سببت لي مشكله. قلت يلا ما عليه، قلت ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا، واخذ اغراضي واطلع مع الضابط هذا الى قسم الشرطه. قسم الشرطه اللي رحت له صار المركز الرئيسي الموجود في باريس. قلت اكيد ان المشكله كبيره. نزلت من السياره، دخلت القسم هذا، دخلت على احد الضباط الموجودين في القسم، بعدين قال لي تفضل جلس، راح نحقق معاك في بعض التحقيقات الأمنية. قال لي اسمك، من وين جاي، وليش جاي، وش عندك. علمته كل وضعي، قلت له اني انا جاي ادرس وجاي احسن من نفسي في المنطقة هذه، وانا في احد الجامعات الموجودة هنا، ووريت اسم الجامعة وخلاص، يعني قفل على الموضوع هذا. بعدين جاء السؤال الثاني، قال لي الصندوق اللي ارسلته البريد ليه ما راح تتوصله، وش كان جوا الصندوق. اول ما سمعته يتكلم عن الصندوق حرفيا خفت، وش السالفة وش صاير. قلت له هذا الصندوق هدية لأحد الأشخاص ساكنين في ذاك الفندق. قال لي طيب وش داخل الصندوق هذاك، وليه أنت ما راح توصل الصندوق، أكيد أن الصندوق هذا أشياء ممنوعة. أنفيت الكلام هذا كامل، قلت له تقدر تروح وتفتش الصندوق. اقتنع بالفكرة هذه، قال خلاص خذوه ودوه للسجن. طبعا ودوني للسجن عشان يتحققون من الموضوع لا أكثر ولا أقل. المهم دخلت للسجن، مرت الدقائق ومرت الساعات، وكل شوي يدخل علي واحد، ومرت الأيام وكل شوي يدخل علي شخص اللي يسأل يقول ليه أنت ما وصلته، وش السبب، وش داخل الصندوق، يبغوني أعترف بأي شيء. المهم جاء سادس يوم أو سابع يوم، والأسئلة قاعدة تنطر علي بكثرة. سألني أحد الضباط قال لي وش عندك، ما وصلت الصندوق، وش كان داخل الصندوق. قلت له أسمع، الصندوق هذا أرسلته إلى أحد البنات اللي أنا أعرفهم، وأنا ديني يمنع الشيء هذا. المهم بعد ما سمعوا سالفة الدين قاموا يبهذلون ويعذبوني بشكل مستمر، يبغوني اعترف باي شيء ثاني، وانا في الصدق اصلا ما سويت اي شيء، بس خدت هذا البوكس وارسلته الى الفندق. قاموا يرمون علي كلام، قالوا انت اكيد تبع احد المنظمات، والى 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 والى، وانا اصلا مالي دخل في الاشياء هذه نهائيا. قلت لهم اصلا شو كل شيء، فتشوا بيتي، فتشوا سجلاتي، فتشوا اي شيء، اذا لقيتوا شيء تعالوا اضربوني، لا تضربوني عشان اعترف لكم باشياء انا ما سويتها. وفتشوا كل شيء، ما حصلوا اي ادله ضدي. المهم اني انا طولت في السجن ممكن مده 8 أو 9 أيام على موضوع تافه، قررت اني اجيب لي محامي يمسك القضيه هذه كامله. وكلت محامي، ومحامي مشهور في فرنسا، وكنت دائما ادعي ربي اني اتخلص من هذه المصيبه اللي انا فيها. المهم اني انا استمريت في السجن مدة 22 يوم، ما احكي لكم من البهذلة اللي صارت لي، ما احكي لكم من التعب اللي جاني، ما احكي لكم من التفكير هل هدية وصلت او ما وصلت. المهم بعد 22 يوم افرجوا عني بعد ما وكلت محامي وما حصلوا علي اي شيء. اول ما طلعت جاء في راسي قلت هل الهدية وصلت؟ هل البنت بخير؟ وش صار عليهم؟ كنت حرفيا متشوق اعرف كل شيء عنهم. فاول ما طلعت على طول توجهت للفندق ودخلت الغرفة، حصلت الغرفة محيوسة فوق تحت، يعني مقلوب كل شيء داخل الغرفة، وكنت اصلا مشتت، ابغى بس اوصل لجهازي وابغى اشوف الايميل هل وصلتني رسائل منهم او لا، وافتح الايميل واحصل 11 رسالة منهم، واقعد اقراها كلها واتابع الرسائل. بعده رديت انا على الرسالة وشرحت لها موقفي وش صار معاي، بس انتي
بشريني عنك. مر اليوم الأول، مر اليوم الثاني، مر اليوم الثالث، ما حصلت أي رد نهائيا. قلت خلني أكرر الرسائل عليها ممكن ترد، وأعطيها الرسالة الأولى والرسالة الثانية والثالثة، كررت الرسائل عليها بس ما كان في أي رد. صبرت اليوم الأول، اليوم الثاني جاني رد باللغة الفرنسية. هنا أيقنت وعرفت أن الفندق اللي ساكنين فيه طلعوا منه، ما راح أقدر أقابلهم نهائيا. الفترة هذه أول أسبوع أول أسبوعين قاعد أحس بفترة إحباط كبير. قلت ليه أنا ما قدرت أساعدهم وما سويت الواجب بشكل كامل؟ وكل يوم يمر قاعد أنسى المواقف اللي صارت، نسيتها تماما. المهم بعد ما مرت السنوات تخرجت من الجامعة بمرتبة شرف، وكنت متفوق بشكل مرة كبير داخل الجامعة. أنهيت أوراقي كلها، كنت مستعد أني أنا أرجع السعودية. تعرفون تفكير كل شخص أنهى مشواره الجامعي، وخاصة إذا كان مبتعث، دائما يفكر في الوظيفة وبعد الزواج. كان أكبر همي الشيء هذا، ركبت الطيارة ووصلت إلى السعودية. استقبلوني هلي وكانوا كلهم مبسوطين أني أنا رجعت إلى أرض الوطن، وقلت لهم أني أنا ترى متخرج بتفوق من الجامعة، وكلهم فرحولي واستانسوا الشيء اللي أنا قدرت أجيبه لهلي. المهم استمريت كذا لا شغل ولا مشغلة لمدة شهر، وقعد أبحث عن وظائف. بعد شهر دخلت علي أختي وقالت يا أحمد وش رايك تتزوج؟ نظرتها كذا اللي هي مبتسمة بشكل مرة كبير. قلت لها غريبة وش فيك مبتسمة؟ ان شاء الله خير. قالت ان امي تبغى تخطب لك. قلت لها من بتخطب لي؟ من البنت هذه؟ قالت البنت صديقة خويتها وتحبها كثير. فكرت في الموضوع وصليت صلاة الاستخارة وكل شيء اموري تمام، وربي يسر لي موضوع الزواج هذا. بعدها رحت خطبت، وبعد الخطبة هذه صار الزواج بعدها بعشر أشهر وتزوجت. كانت زوجتي طيبة رحومة تحب الناس، شخصيتها مرة حلوة، وزيادة على كذا كانت محافظة على دينها، من صلاة من صيام من قيام. المهم اني عشت حياة هنية معها بشكل مرة كبير، كلنا متوافقين متفاهمين على أشياء كثيرة. جاء يوم من الأيام زوجتي تعبت وخدتها وديتها للمستشفى. حرفيا كنت خايف عليها، وأول مرة أشوف مرتي تعبانة هذا الحد. أخذتها المستشفى ودخلتها على الدكتور وانتظرت على الكراسي وأنا متأمل أن مرتي بصحة وعافية. مرت الدقائق إلا الدكتورة طالعة تناديني أحمد تعال أبشرك مرتك حامل. المهم مثل ما أنتم عارفين إذا البنت حملت وكانت في الشهر الخامس أو السادس أو السابع تروح تجهز أغراض المولود. كانت زوجتي في منتصف الشهر الثامن يعني بتدخل التاسع، ورحنا ناخذ أغراض المولود من أحد الأسواق القريبة حول. خلصنا كل أمورنا على نهايتنا وحنا طالعين، ضربت رجل زوجتي في أحد العربيات وطاحت على جنبها الأيسر. قمت أنا على طول ومسكتها وساعدتها، قلت لها أنت بخير؟ قالت لي يا أحمد بطني يوجعني بشكل مرة كبير، أحتاج أنك توديني المستشفى في أقرب وقت. كنت خايف على طول، قربت السيارة ركبت زوجتي وطرت على طول على المستشفى. المهم أني انتظرت مرتي على الكراسي ونعاد السيناريو من جديد، ولكن السيناريو هذا غير. قعدت شوي إلا مرتي تتصل علي وأكلمها، وكان صوتها مرة ضعيف، حسيت أنها قاعدة تتألم، مو صوت شخص بيأتم عافيته. كنت في ذاك الوقت مرة زعلان، خد جوالي ورحت استراحة الرجال عشان ارتاح. كنت قاعد ادعي ربي ان الامور تمشي في اتم صحة وعافية. ما اخذ دقائق الا امي اتصلت، وانا مستغرب انها اتصلت. اول ما اتصلت ما كنت ابغى اقول لها ان زوجتي في المستشفى، كنت قاعد اكذب عليها عشان ما اخليها ترتاح. قالت لي وينك؟ قلت لها انا في المستشفى عندي بعض المراجعات لام احمد، نبغى نخلص امور الحمل. قالت لي يا ولدي والله ان قلبي حاس فيكم شيء وعلمني. هنا أدركت أن الأم تحس بعيالها بشكل مرة كبير، ويا كثر المواقف اللي صارت ويكون قبلها اتصال الأم. ما قدرت أستمر بالمراوغة والكذب على أمي، اعترفت لها مباشرة وقلت لها أن زوجتي تعكرفت وطاحت وحنا في المستشفى الحين وننتظر ردهم. انتظرت وقت طويل وأنا قاعد أتابع الباب اللي زوجتي نايمة فيه. لما انفتح الباب عرفت الآن راح يجي خبر، يا نعم يا لا، يا خبر مفرح يا خبر راح يفسد يومي. قالت لي الدكتورة تقدر الآن تدخل زوجتك وتطمن عليها. أنا هنا ارتحت. قعدت أسولف مع زوجتي الحمد لله بصحة وعافية إلا شوي، وتدخل علي أمي جاية تطمن على زوجتي. ذكرت الله وقلت إن الأمور مرت بصحة وعافية. أكيد أكثركم الحين قاعد يسأل طيب البنت اللي في فرنسا وش صار عليها؟ روق علي شوي. المهم ان الدكتور قال ترى راح نخلي زوجتك تنام في المستشفى، ما نقدر نطلعها عشان راقب حالتها. قلت له اوكي ما في مشكله، خل زوجتي عندكم وتحت عنايتكم
وأنا راح أجيكم بكرة. المهم جيت اليوم الثاني للمستشفى وقلت قبل ما أدخل خلني أفاجئ مرتي، أجيب لها ورد، أجيب لها أي شيء من محلات الورود اللي تجي دائما في المستشفى. دخلت كذا وأنا مروق حرفيا، قلت بأخذ لها الهدية هذه أو الهدية هذه، إلا في شخص في وجهي ملتحي، وجهه مشرق، وجهه يعطي بالأمان، يعني بين قوسين وجهه مريح بشكل مرة كبير، وكان يناظرني وهو يبتسم ابتسامة مرة جميلة. قلت أكيد أن الشخص هذا يعرفني، سهيت أنا شوي بعدين قلت لا شكله ما يعرفني. كملت طريقي عشان أختار الهدية إلا في شخص خلفي يقول السلام عليكم، والتفت عليه اللي هو الشخص صاحب الوجه المشرق والملتحي، كان حرفيا في قمة الروعة وقمة الأخلاق. قلت له وعليكم السلام تفضل. يوم قلت له تفضل قام الشخص هذا وحضني كأنه يعرفني من سنوات كبيرة، وأنا مستغرب أصلا في اللحظة هذه، قلت من الشخص هذا يا ساتر، قلت أنا من هذا الشخص، كأنه يعرفني من زمان، مو كأنه أول مرة يشوفني. اللحظة اللي هو حضني فيها قاعد أناظر معاه زوجته معاه ولده، أنا استحيت حرفيا وبعدت عنه شوي. قلت له من أنت؟ قال هذا ولدي أحمد. نظرت ولده كان في عمر 6 أشهر أو 7 أشهر. قلت ما شاء الله الله يخلي لك، وأنا أصلا في موقف محرج ما أدري من الشخص اللي قدامي. شوي اللي يقول ميد ولده روح إلى سميك. قلت هذا الولد مسمى على اسمي، شيء غريب وصادم، وزيادة الصدمة أن الشخص هذا أنا ما قد شفته، الشخص هذا ما قد قابلته في حياتي يا عيال. وجاء في راسي قلت أكيد أن الرجال هذا مشبه عليه والآن راح يطيح في موقف محرج. نظر لي الشخص هذا وقال لي أكيد أنك مستغرب أني أنا عرفت اسمك. حرفيا أنا ضحكت شوي وهديت، قلت أكيد الآن صدق هذا يعرفني. قلت لأيه وأنا أصلا أول مرة أشوفك. شوي للشخص يضحك، قال تدري انك انت اكثر شخص اغار منه؟ انا قلت الله وش صاير؟ بعدين قال لي شوف هذه المرة ذبحتني فيك لدرجة ان ولدها سمته احمد على اسمك، وكل يوم تذكر لي قصصك وتعيدها. انا حرفيا استغربت، قلت هاي وش صاير وش مسوي انا؟ البنت هذه وش عرفها فيني؟ المهم ان الشخص هذا قاعد يشوفني وقاعد يضحك كأن الموضوع سهل. هاي انا اعرف زوجتك، في نفسي قاعد اقول انا اعرف زوجتك. المهم ان الرجال هذا قاعد يناظرني ويضحك، واقول في نفسي هاي هذا كيف كذا؟ زوجته تعرفني ودائما تقول لك قصصي، من هي؟ المهم قال لي شوف هذه المرأة. اللحظة هذه انا لفيت عيني الا اشوف قدامي مرأة محتشمة متغطية بشكل كامل في كامل حشمتها وعفتها، من الأخير البنت كانت في كامل الستر لدرجة أنها ما يبان فيها أي شيء. بعدين قال لي أنا اليوم دخلت المستشفى إلا امرتي فزت وقالت هذا أحمد. لما الحين أنا ما أعرف وش السالفة، لحد الآن أنا ما أدري، أنا في موقف محرج لأبعد درجة. ويقول إن امرته دائما تقول له يا رب تأخرني ويسر لي أني أرد جميل أحمد. سبحان الصدفة اللي حصلناك فيها. الكلام هذا له 5 أو 6 سنوات وهي دائما تدعي لك. قال ان هذه البنت هي البنت اللي قابلتها عند سوق باريس، وكنت انصحها ووقف معها لين انقطعت اخبارك نهائيا. اخ والله القصة حلوة صدق. ومن ذاك اليوم اللي انقطعت فيها اخبارك كانت تدعي انك تكون بصحة وعافية والرب يحميك. حرفيا اول ما شفت الموقف هذا جاني فلاش باك للماضي بشكل مرة قوي، قلت سبحان الله اللي جمعنا واللي خلاها مع الشيخ هذا. المهم قال لي شكلك مندهش ومستغرب وما انت مصدق صح؟ قلت له الا مصدق وانا اتذكر البنت هذه. قال لي تمام عطنا رقمك راح نتواعد قريب. المهم اعطيته رقمي وانا صدق مرة مستغرب من الموقف هذا، حتى نسيت الهدية اللي ابغى اجيبها لزوجتي الا لما ذكرني صاحب المحل قال لي اي هدية شيل. المهم دخلت على زوجتي وعطيتها الهدية وكانت مرة مبسوطة من الهدية هذه. شوي اللي تدخل علينا الدكتورة قالت لنا احمد تقدر تاخذ زوجتك، ووقعنا باذن الانصراف وخذ زوجتي وديتها لبيت اهلها عشان ترتاح وانا ارجع لها يعني في الليل. وبعد صلاة العصر الا يجيني اتصال وناظر الجوال اللي هو من ابو احمد. رديت عليه قلت اهلا. قال لي ان زوجتي اليوم عازمتك على العشاء ولازم تجي ومالك عذر يعني ترفض فيه الدعوة هذه الا اذا كان
عذر شرعي، حرفيا قفلوا علي كل السبل فاضطريت اني اروح لهم الى بيتهم. المهم انتظرت بعد صلاه المغرب، بعد صلاه العشاء شغلت سيارتي ورحت الى بيتهم. اول ما وصلت بيتهم اللي يطلع عند الباب الشيخ ابو احمد، وكان مبتسم وكان دائما يدعي لي ان ربي يصلحني ويوفقني، وقال ان ام احمد اللي هي البنت اللي قابلها في باريس تقول وش السبب اللي خلاك تنقطع عننا في باريس. اول ما قال لي الموضوع هذا انا حرفيا ضحكت، قلت انا اصلا جايك عشان اسمع هي صار عليها كيف اختفت. المهم ضحك وقال لي تامر امر. المهم حب اعرفك عن نفسي، انا ابو احمد، انا امام المسجد هذا. المسجد هذا كان قريب لم بيته بالضبط او مواجه بيته، وقعد يسولف لي عن قصته وكيف تزوج ام احمد. قال لي انه في يوم من الايام كان يحضر درس لاحد العلماء الشرعيين، وجاني احد المشايخ اللي انا اعرفهم وقال لي هل انت متزوج؟ قلت له لا. قال طيب عندنا زوجة وراح نساعدك في كامل التكاليف. قلت له من هي بنته هذه؟ قال لي انها زوجة صالحة تشتغل في تحفيظ القرآن الكريم وقريبة عندنا هنا في الرياض، وحنا اخترناها لك لأنها هي تناسبك. وأول ما سمعت الخبر هذا حرفيا فرحت، لأني من زمان وأنا كنت أبغى أتزوج وأكمل نص ديني. المهم أني أنا أرسلت أختي عشان تشوف البنت هذه، وقالت لي أن البنت هذه حرفيا كاملة، تزوجتها في الشهر الأول في الشهر الثاني، وقعدت تقول لي عن قصتك أنت، والقصة هذه حرفيا بطولية يا أحمد وهنيك عليها. وقالت لي انها قابلتك وبعد فترة انقطعت عنها وهي رجعت الى الرياض. واول ما وصلت الى الرياض كلمت احد صديقاتها الصالحات، الناس اللي تخاف ربهم، وقررت انها تماشيها وتدخل في دورة تحفيظ القرآن. وهذا الحال يا احمد، كانت كل يوم تدعي لك في كل صلاة وفي كل قيام وفي كل وقت، لدرجة انها سمت ولدها ولدي انا احمد. وعلى مواقفك البطولية اضطريت وانحراجا منك اني انا اسمي ولدي احمد. المهم كذا قاعد يكلمني شوي، جاء اتصال قاطع السالفة كاملة، قال عن اذنك هذا اخوي راح ارد عليه. المهم قاعد اهوجس انا وهو قاعد يكلم اخوه، شوي كذا التفت علي قال لي احمد ايش حاب نسمي البنت؟ قال اخوي جاه مولود ونبغاك تختار اسم البنت هذه. أول ما قال لي كذا أنا حرفيا ارتبكت، وقلت له ما أدري بكيفكم يعني ولدكم وبكيفكم سموه اللي تبون. قال لي لا أخوي حالف أنك أنت اللي تسمي البنت هذه. قال اختر أي اسم تحبه الآن، اختر لنا أي اسم. قال إذا أنتم ملزمين علي خلاص خيروني بين أسماء وأنا بقول لك. قال أروى ولا شذا؟ قلت له والله كل أسماء حلوات بس أنا أفضل اسم شذا. قال أخوه في التليفون أوكي خلاص شذا، بسم الله على بركة الله سميت بنتي شذا. قفل التليفون وناظرني قال لي هذا أخوي اللي أصغر مني، تعرف مين متزوج؟ قلت له مين؟ قال متزوج اخت زوجتي، تتذكرون في الجزء الاول يوم اقول لكم ان البنت معها اختها، هو تزوج الاخت الثانية هذه. قال ابشرك ان هي استقامت وامورها مرة حلوة وانها على الدين الصح. فقال لي حنا الحين علمناك سالفتنا، علمنا سالفتك. قال انا في يوم من الايام وقلت له القصة اللي صارت معي كاملة، والقصة هذه حرفيا فيها موعظة وحكمة كبيرة. الحكمة انك انت لو كنت على معاصي وكنت ما تخاف ربك لا تحكم على الناس نهائيا لو تشوفهم بأم عينك، يعني الشخص اللي قدامك لو كان فاسد لا تقول عنه فاسد بل ادعله بالهداية، يوم من الايام راح يصير اخير منك. ولا تتشمت في الناس نهائيا لان هذه الشغلة كاثرة في الفترة الحالية، من يستر على الناس يستر عليه ربي يوم القيامة. القصة هذه كانت في عام 1424 جماد الثاني. يعطيكم الف عافية على المشاهدة، إذا وصلتوا نهاية المقطع اكتبوا لي تحت في الكومنتات. السلام عليكم يا جماعة الخير.